تعيد تبكى من عمق السنين مش تسأل ما من غريب لا قم سولي درب من الزورق غريب أقول لك لا. اليوم بينا منصور ولد اختي وبين سعدنا كم يوم حقه الله يهدينا ويهديك نزود الاحجار عندنا في الشقة بارك الله فيك لا هو حليلها ترهي وريلها سارة والعمرة ومنصور ما طاع يصير وياهم فقالت لي خليه عندك كم من يوم لين ما رد غريب يا غريب عزك الله البالوعة الخرخرة مسدودة اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول يا الله بصباح خير انا بوت بالوعة من سدة الخرخرة من سدة تزقريني انا اشو تبيني اسوي اي اشفط البالوعة مثلا اي احط ايدي وايلس من تحت يا غريب لو وعد شبدي بس اسكت سري باي فيتر وخلاص غريب ده ده تعال اشوف المفاض ابغى اتمسح فصلي شبنتي قمي 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 ساعديني الا 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 انا وياك نحطي لا وين شاب هاي صوب البالوعة وين مو ابوي مو ابوي شو ما اكل انت شو مسوي شو مسوي هاي هاي اسمك هنا بتبقي روح غريب لا هي لا حي الله منصور ولد اختي تفضل ابوي هلا خالتي تقعدي شرح الخايسه غريب شو سبعات هذه ريحه بواليعنا عيب انك على وسالم عيب انك سبيتكم نعم هني في ريحه بواليع علمي بولد اختك نظام وقانون الشقه بس يريب البايب فيتر بي الحين ان شاء الله شه الشقه شه الريحه ايش حالك عيوزنا عيز حيلك منصور اشوفك يوم كبرت طوال لسانك ما قلت شيء غلط انت عيوز تراك والحين عمت عذراء الباديه مثل شوفي انا هذا ولد اختك ما باه يجلس اليوم في الشقه وروقي ان شاء الله حاضر يا اصبري منصور كلمة ثانية بوديك حمام يدو على حظك على حظك البواليع اللي في البناية كلها من السدة بالوعتك وبالوعة تقولي متصلين في بعض فيايبين الباي فيتر عند عباس بيخلص وبيجيكم هني إن شاء الله جزاك الله خير شو ها؟ شو ها؟ شو عرفت تلعب كورة أنت في الشقة؟ شي ملعب كورة؟ عندي مباراة عقب كم يوم و I'm improving my skills شو قال؟ يقول سكيلز لحظة شو كرافيرس تيز ماري سكيل؟ لا 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 I'm improving my skills شو يعني سكيلز؟ خلاص يعني سكيلز يعني مهارات 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 ابوي خذ خالتك انت وياها سيروا سووا مهاراتكم هناك في الملعب هناك طلع عضلاتك ولعب كورة مو في شقتي هني ها؟ ايه عايشين بواليع كترة احنا فلتنا ما نسمع الاشياء الحين السندويتشات هذه حق منو؟ حق منصور يقول لو ان العصر متعود كل يوم لازم ياكل سندويتشة نوتيلا عاد انا اتصلت في الدكان ويبتله شو هذا بعد الموتيلا سندويش كاكاو انا اول مره اشوف ناس ياكلون سندويش كاكاو والله ان هذا بطران والله ان مبزاي ولد اختك تصدقين ان هذا محتقرنا لا يا ابوي ما بمنه كله من اختي هي دوم معلمتنا على الدلع والبطره تعرف شو تقول له تقول له انت احلى واحد في الدوله انت مهند ما يشيع الدالك انت لعبك يذكرنا بالطلياني شو تبغى يطلع منه بعد فقير ترى زيتونا انتو يا مهند مالكم هذا بصراحة تربية الأولاد في هذا الزمن صعب صعب وايد هي والله وين زماننا وين زمانهم تصدقين ميثا أنا حيد يوم من صغيروني جيت مرة طلبت من أبوي اشتري لي سيارة بابا بابا أبوي سيارة بابا قال لي أبوي تبوي سيارة حاضر وأخذ لي وسعر اشترى لي سيارة ولا السيارة هي السيارات الصغار اللي تحطينهم على لحقت علينا ليلة لا طبعا هذا على زمانك زماني انا اللي لحقت عليه السيايير كلها في البتري
لا لا ريموت كنترول حقتي لما يحتاج. المهم وانا مستانس بهالسياره هذه وعن وعن وتميت سنين على هاي السياره يا ميثا. في سيارات احلى طلعوا وفي سيارات يمكن افضل، لكن انا فقير مسكين تميت على هذه السياره. ليش؟ لان انا حدي هذاك الدكان البسيط اللي في الفريج، ما اقدر اطلع عن هذا النطاق اللي انا فيه، فقير مسكين. مو مثل عيال هاليوم اذا بغوا شيء دقوا على الكمبيوتر وشافوا كل شيء قدامهم قبل لا تنزل في اسواقنا. صح. شو طالب انا؟ طالب سندويتش ولا هريس ساعه؟ يا ودي ابوك خلصت وحده بس؟ اعطيه لا ياكلنا اعطيه. زين منو بيوديني النادي عشان اتمرن؟ غريب بيوديك. الساعه 4 ترى لازم اطلع. ان شاء الله طال عمرك ان شاء الله. انا وين اقدر اطلع القايله طال عمرك؟ كيف يعني؟ تبغي الولد يركب تاكسي؟ شو؟ انا اركب تاكسي؟ انا منصور اللاعب المعروف انا اركب تاكسي؟ عاد شاخشك تلاصقنا يا عاد ساكتين عينك الحين. اركب تاكسي ما اركب تاكسي؟ كنت ما قلنا لك شيء؟ انا اللاعب المعروف والمشهور اركب تاكسي، انا اللاعب المشهور اكل هذا، انا اللاعب المشهور اروح ويا هذا. من اللاعب المشهور عذيته؟ انت منو انت؟ منو انت؟ وين تلعب انت؟ وين؟ شو؟ واحد ما ادري وين تلعب ويا الناشئين تلقط كور، لا عندكم جرايد تكتب عنكم، لا مبارياتكم تنقل على الهواء مباشره، ما حد مسوي لكم سالفه، ما نعرفكم شو تسوون شو ما تسوون. من يعرفك؟ لاعب مشهور لاعب مشهور. بس 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 اقول لك، شوف يوم بتجي ولد مثلي تعال انتقد. يلا ربع ساعه بجهز. يلا الله لا يقول ايوه. سوي لي نوتر تردل، سوي لي نوتر تردل بسرعه، سوي لي نوتر تردل. قدام صوبكم سلت هريولي بابا ما تخبرتش لو علقت حرز على رقبتي حرام. بابا اندوك يا ولدي، تعال مصوت بخبرك وليدي. اسمعني عادي، يوم بتزقر اللي اكبر منك لا تزقرها باسمه، قول لي يدوه ضبابه. زين يدوه ضبابه بتخبرت هالحرز لو علقته على رقبتي حرام. ويدي حرز وش حقه يا ابوي بتعلجي في رقبك؟ هسه بسجل اقوال واستوي هداف. يعني الحين هذا الحرز يا وليدي بيخليك تدخل اهداف على قولك؟ وين صار عنك رب العالمين؟ يعني شو يدوه؟ اسمعني يا منصور. بو حمدان يدو الشباب يزقروني بو حمدان. زين اسمعني يا بو حمدان، الرزق والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ولا هالاشياء يا ولدي ما منها فايده كلها كذب. بس شي ناس يحطونها ويبون اقوال. يتهيأ لك، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز ما اصابك من حسنه فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. حرام يا ولدي حرام. أعطي البصل. أعطي البصل. بس 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 بصل، كل بصل كل بصل قد ما حصل. الخلطة السحرية وينها؟ ها منصورة شكل هلاك المبعاي بنك صراحة. شارك الكمي لو عتب هني خلطات ما ادري شو روب على عيش على شوب علينا هني. شو صراحة شو الخلطات العجيبة؟ شو تقولت شو هذا؟ شو الخلطات العجيبة؟ عيش صالونة وروب، شو خلطات عجيبة؟ انتوا في بيتكم شو تاكلون؟ نحن ببيتنا عندنا طباخ هندي وتايلندي وعندنا هولندي، لكن شو اكلنا اكل مطاعم وفنادق. منصور انت تراك وايد تتشكى شرات العيايز. ليش يا دوضو بابا وايد تتشكى؟ منصور تراك يا امي اذيتنا، مو بحاله هاي، لسانك انت وايد طويل ومو بعايب انك شي عندنا. يا ابوي يرحمنا. الله يعيننا. هي اليوم بتكبر شو بتسوي؟ انا يوم بكبر ما ظني حتى بتشوفيني، بكون انا محترف في ايطاليا. روح زين. ابوي ليت الحجره احترق، ممكن تغيره بليز؟ شلون قلتي؟ اليوم البايب فيدر موجود. حق قاعد انا غيره عندكم هذا المحترف في ايطاليا، محترف كره وتبديل ليتات، خلوه يغير الليت. ايه مو بيهني عندكم عشان شغلوني تقبضني كهرباء بعد يستوي بشيء وتفقد الدوله حل ابنائها البرره. حد ابناء البرره؟ انت يعني ابناء البرره؟ ترى انا كثر البربره ما احب البربره يا بربره. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. اقول ميثا جزاك الله خير، اكلت وايد طيب. سيرنجد
خالتي ترى ريلت ودي جاملت. يلا 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 قابضنا الكرة تكا تكا لاعب كرة سلة انت ولا قدم ها 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 شو يلا قوم قوم بنسير نصلي يلا بسرعة يلا لا 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 ماشي وقت شو ماشي وقت مستعير وانا مو مستعير بسير اصلي شو بتذني يعني عشان بتوصلني بتذني زين يعني شوف هذا صليت الصراحة انا اول مرة اشوف لاعب كافر ها ها يا بنتي لا 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 بارك الله فيك هالكلمة هذه لا تطرينا مول زين ابويا غير ليت الحجرة قبل لا تسير تعالي نسينا ليت الحجرة صدقك والله الدراي موجود هي ابويا موجود في الحجرة ترياني شوية بغير ليت وبي صراحة شو كل شيء خربان عندكم ذكرتني بيت يدي صراحة لا اعتدي من شقتكم منصور تراك انت تحسسنا كأن احنا طلاليب عندك استغفر الله العظيم ابو احمد ولد مين هو ما شاء الله هذا ولد اخت الحرمه اهلا سعرين عمره ويانس عندنا هاليومين عاد الحين انا مودي النادي ما شاء الله يلعب داخل نادي اي بابا اي نادي تلعب نادي النصر نصراوي ايه 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 بلكي ما تطلع عيونك شو ابو عيبنك شله عن وجهي ابو احمد عباس عباس اخوي لا تسوي لنا قرقعه نحن في الاصصير الله يهديكم لا تسوي لنا قرقعه بلا عيب عليك تعلم الادب عط الاولويه للكبار اولويه شو سيايير نحن صبر وقف مكانك لو اهلاوي سامحتك بس جزي مو بسامحك كلام ابو احمد سعي مو عندك ادب مع الكبار اقولك يلا 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 اقولك انت بترايك انا بالسياره خلص تعال تعال لي ولد نعم ايش عندك ما تسلي ها علشان جزي مغلوبين داخل دوري يلا 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 جيبوا هيك يلا اجلب وجهي شوف انت تجلب وجهك وانا ترياني يعني خقاق من الطراز الاول يا عباس لازم نصراوي لو لا شوف عاد نصراوي تقول ما تصلون وها لا مو كل النصراويين ما يصلون هذا النحيس اللي ما يصلي ولا الجماعه يصلون بس نحن غالبينهم وامد هذاك اليوم غالبينكم عباس الخسير صلي الله يلا ما بروح معك بس اللي داخل البيت شو صار داخل انتوا غالبين الحين بروح معك تفضل شو تسويت ذبحته يا اخوي شو تدور شو تدور تقابض هالروبوت طق 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 وش تبغي انت المباراه المباراه الحين بتبدا بين نابولي وميلان ايه صبي خذ عينه انت الريموت عين ابو والله يا عيوني انا حولت غدت شر عيوني الشنيوب شرق غرب بخبرك انت حط لنا على القناه المساعيه اللي فيها المطوع بنعرف عن علامات الساعه يلا يا صبي وانت يا الدوه تبغين تعيشين لين علامات لين قيام الساعه اقول اقول خلينا نشوف مباراة فوتبول أحسن. تصدق يا ولد؟ تصدق الحين أنا ثبت لي شرعاً إن أنت أبوك أمك ما ربوك عدل؟ أفا ليش الغلط؟ شو قايل يا أخي مني ودار تأخذ عنا الرموض ويارس تفرفر في تلفزيوننا تلفزيوننا هذا ما نحن يا أخي لا تستأذن لا تقول لو سمحتوا نحن جالسين نطالع برنامج. يا أخي وين القناة الرياضية؟ يا أخي ما عندي ما عندي. أنا ما مشترك في القنوات الرياضية ما عندي وليش مستبخل ليش ليش شو المبلغ زيد ترى قم اصفعني كف قم 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 اضربني بني تعال تعال اضرب يا أخي ما عندنا حد رياضي في البيت كيفي ما أبغى اشترك هاي ما تلعب قبة أنا بموت بموت من القهر إذا ما جت المباراة بموت من القهر ليتك تموت قهر يوم تفوتك صلاتك ما هو بالقبة خسك الله وخس الله المذهب هذا اللي فيك يدو يدو مو متفيد حق نصايحك من ساعة توها مريم تقول عني كافر وما أدري شو غريبة تخبرك تلقى عباس جاركم عند القناة الرياضية؟ أظني عنده قناتين قناة مشاوى سبورت وقدو سبورت ها
عباس وين هالقناة الرياضية؟ أنا اللي مشارك بالقنوات الرياضية، أبوي تابع الدوري المحلي. زين حطها اليوم المباراة مذبحها؟ محمود يقول مباراة مذبحها، أكيد بابا مذبحها. مذبحها تتذكر زين أنت يوم أهلي يغلب النصر، تتذكر مذبحها؟ قصدك يوم النصر يفوز على الأهلي. يلا يلا على الخرط. كيفي بابا كيفي، قاعد داخل بيتنا وتلفزيون مالنا قناة مالنا، أخرط على كيفي. تعال تعال أنا بتخبرك، أنت تطالع المباراة ولا يتضارب؟ يا أخي شوف أبوك ياسي تغنى لي بأمجاد الأهلي والأهلي 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 والأهلي، لو اعتبرنا صراحة. اسمع محمود يقول أمجاد، بابا أنتم مشوا عن بوسكم شيء اسمه أمجاد، امسهوه من قاموس اللغة العربية. بابا أنتم ما يبي أمجاد، أنتم تبغون أنجاد. بذلني بذلني على القناة بذلني. قول ثلاث مرات أهلي حبيبي أهلي حبيبي أهلي حبيبي، أشغل مباراة. النصر حبيبي والنصر حبيبي والنصر حبيبي. شوفوا مثل ما أن السواقة فن وذوق وأخلاق، أيضا الرياضة فن وذوق وأخلاق. غريب، خلي الأخلاق يا أبوي يقوم شوف البالوع طافحة في المطبخ. هذا أكبر مثل عن الأخلاق، لما نتحدث نحن عن الأخلاق تي البالوعة مقابلة مع الأخلاق. انتوا عربوكم مش عندكم هذا الاسبوع كله بواليع بواليع، حلقتنا فاحت ريحتها، شو مسوين شو عاقين فيها؟ يا ابوي ايش دراني؟ حل حل وادم. زين اتصلي في البايب فيتر. اتصلت بترا قال لي والله انا اليوم مشغول ما رميكم باكر بي. زين ابوي ما يحتاج بايب فيتر يعني، روح انت وصالحه. اوف ناس جنقل بصراحة. وابوي انت شو بلاك شو مستوي؟ عباس عباس ما خلاني اشوف المباراة طردني. وليش ما خلاك تشوف المباراة؟ كذي بدون سبب. تم يقول لي نادي الاهلي ونادي الاهلي، رديت عليه صراحه قلت له نادي النصر. تم يقول نادي الاهلي، رديت عليه نادي النصر، نادي الاهلي نادي النصر، ليه ما تناشبنا وطردني من شقه اخر شيء. والله زي سوى فيك بصراحه، انت كذي وايد بعد قصر وياك. واحد مثلك انت على هالاخلاق الناس لازم تشعمه. غريب. نعم. البالوعه شطيه شو اسوي فيها؟ البالوعه والبالوعه قب قب، يا تعال يا خلا نعاب البالوعة. شو تعال خلنا جاب الآن الحين تباني أهد نابولي وجاب البالوعي. قب زين تعال شوف البالوعي لا يمكن عالي الحين. يلا في شيء ليلى، كنت قاعدة تسلى. أنا بس أنا ما أبغى أعرف عنه شيء ولا بيك تصير تلاحقه. زين هو درى؟ أي درى يعني هو غبي ما يفهم حركاتك؟ تلاقي شافك وأنت طرش المسج. ايه غريب، لمتى بتمون تتابعون هالمسلسل؟ سيروا هاتوا لي الدواء العصير حق ركبي من الصيدليه تراها بتبند. اي والله سامحين الدواء عصير ماشي عصير. اي عصير. مرهم 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 مرهم. ابوي منصور قم سر الصيدليه هات المرهم حق الدم. قم تعبان تعبان مالي خلق، خل ميرا تسير. ما ابغي كل يوم قم اقول لك قم، يوم تكلم ريايل طالعهم. ابو عرف انت ليش الصار؟ ليش ليش يا ابوي هدوا عماركم، كيف استويتوا؟ انا بصير الصيدليه وبجيب لي دواء. ارسي مكان ستي، ارسي ولا تحركي، وهو اللي بيصير غصب عليه. يلا انا لو ادري انكم بتشغلوني خدام عندكم كان صرت العمر ويا اهلي احسن لي. ليش ان شاء الله؟ نحن شو طالبين منك؟ تحفر يبه دوك؟ انا الرمسه هاي هالقدر والهذربان. لا 500 لا تعطي. ايش شو 500؟ انت اسكت اسكت بالله عليك يا ود. هاي 20 درهم المعصاره ترى 17.5 والباقي حقك لو تناولي. وانت تحسبينها ترى يا منت درهمين ونص؟ ايش هالمذله؟ اوف وابوي استوت الحين، بيتصل فما بيخبرها. ما بيخبرها لو يخبر الامم المتحده، هذا اصلا ما في تربيه. أنا أقول دام إن الله سبحانه وتعالى أعطانا العقل وأعطانا العين وعندنا ها إمكانيات وسكروب، إيش حق ما نصلح أغراضنا؟ يعني أنا مستغرب الواحد لمبة محترقة في بيته صاروا ياب واحد بايب فيتر يقوم يركب له الليت، 20 درهم تاكسي، 100 درهم تركيب الليت، واللمبة كلها بدرهمين. ليش هالبطرة يا المواطنين؟ ليش؟ إلا لمبة وهذا شو يا أخي؟ أبوي
لو سمحت الله يخليك ركز وانت جالس تصلح الكهرباء، اخاف تشعوط علينا. شعوط عليكم؟ ليش تشوفين شكلي انا غبي ما عارف اصلح يعني؟ ابوي عباس يبغيك برا عند الباب. خير ان شاء الله. الظاهر ان يدوق على حق لي انك انت تعرف تصلح مغاسل، فمغسلتهم خربانه ويبونك تصير وتصلحها. شو؟ عباس ربك انتم ما تحصلون واحد يشتغل بواليعه ولا يصلح مغسلته ولا شيء الا زقرته، ما يستوي كذي يا ابوي. كان زقرت هذا البايب فيتر ما دقيت عليه رن ما رد علي. لا رن شو بتغازل البايب فيتر رن يصلح اغراضك هذا؟ شو منسد عندكم؟ بعمل مغسل مال مطبخ شوي خربان. مغسل مال مطبخ؟ لا 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 لا، انا تجربتي سيئه ويا المطابخ، يعني حمامات بواليع خرخره. اوكي شغل ثقيل يعني؟ ثقيل وايد. بس شوف ها قبل لا تحط ايدك كم تباه؟ لا لا ما اول شيء بنصلح ان شاء الله، نشوف اذا هذا على حسب. اول مره ببلاش، ثاني مره سودر سودر. يا مساك الله بالخير عمي. ابوي خلاص صلحت لك المغسله وكل شيء تمام. زين فكيتنا من منيته. منيه الحين استوت منيه انا عباس، والله انك ما تنعطوي. بارك الله فيك يا محمود، بارك الله فيك. رغم انا كل ضربتي ويا ابوك هذا واللي بعض المرات ما تواطن وياه، لكن انت شاب نبيل زين تسوي. انا احب الناس اللي يشتغلون يعتمدون على انفسهم. طلبات كوي. صبر شوي. الو مرحبا. ها شو الضرب ويا راعي الصيدليه الضرب؟ انا جاي يعني الحين يعني. لا 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 بس صلحت كنديشن مالهم والغساله الحين ان شاء الله. مع السلامه. خير عمي. منو الضارب يا راعي الصيدليه؟ منصور الضارب يا الريال. بحمد هذا منصور ترى زلوع ودلع. قصدك دلوع وزلع تفرق وايد. هات امي اعطيني البيضه ان شاء الله يا مطبوخ هذا. اي عيل زهاتي مطبوخ لا ني الله العظيم. ما تاكل انت يا ولد سمي، ايش بلاك بتم بيوعك كذا؟ هي بتم بيوعي اللي ما ترد امي. هلا هواك ابوي، بطننا ولا بطنك يعلك اليوع اللي قطع الضروع يا اخوك. قلت سيري سيري يمكن ما غسلتك من سده ولا شيء. وصلت هذا وصل سبران. ها وصل سبران. شو بلا هذا بغيت تطيح غشيانه علينا. ايش سبران بس ايش فيك؟ ايه ترى ولد اختك هذا من متأدب يبغي له تأديب من يد ودي. مرحبا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام والرحمة. تفضل 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 ابوي اقرب اقرب الريوق. من هو هالصبي ما يرد السلام؟ هيه هذا منصور ولد اختي. وش اليوم ما يرد السلام؟ ما يعرف يسلم يا لوشو. ما برد كيفي ما برمس. منو انت مسي داش علينا؟ في السجن. هالشو هذا في السيت؟ تخيلك راع العرية سميني في السيت. تخيلك تخيلك يا راع العرية أفع عليك. بس يا سبران أفع عليك. ايه اش فيك اش ملاك يا سبران؟ هاي والله مراكب العسل يشترك للصيد. لا يا اخوي اهدى اهدى ما في السي. ميسي ميسي لاعب كورة. خشمك خشمك يا راع العرية. سموحة يا ابو احمد لا غير طفار بتطفورة قال لي فسي وانا راعي العريه يزقرني فسي وانا ما افطلت حرا يرمس بالملباري. لا صادق صادق بارك الله فيك، يعني رمسته رمسه ملباريه. ما عليه فروخ فروخ يا سبران. بس اقول زي سويتي وما ادبته. معلوم عندنا الفروخ احنا ما نخليهم على كيفهم ومزاجهم، ندبهم طال عمرك. وهذا نسوي لك فراطه ولا شيء؟ اضرب لي تليفون والله يجيهم العين وادبه ادب ما شافه في حياته. ها شايف خاطرك؟ احسنت دعت الله. مرحبا مرحبا ابوي. نعم بس لو سمحت الله يخليك لا تنسى تصلح البلك. تفضلي ان شاء الله. مع السلامه. مرحبا مرحبا. سبران لا تنسى عاد تسوق اكثر عن 230، اسرتك في انتظارك. منصور يا امي ما حد قال لك لا تهتم في لبسك ولا في الكره مالك ولا في شكلك. يا امي كيفك، لكن احترامك للكبير ونفعك كلهم يزيد من رصيدك عندهم ويزيد من احترامهم لك. بس انا ابوي عمره ما ضربني. غلطان يا امي، الولد يوم يغلط ويعيد غلطته مره واثنين وثلاث لازم يتادب. ابوي منصور
قوم بي هات لي قلاص ماي. قوم قوم تعبان تعب. قوم قوم هات لي قلاص ماي. ايش حق تطالعني كذي؟ او انك عاد زعلان يعني ما تبغى تقوم؟ يعني ما بتجيب لي ماي؟ انا بشوف بتجيب لي ماي ولا ما بتجيب لي ماي. خلنا اتصل بسبران. خلاص 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 دليتونا بسيب لك ماي بس خلاص. شفتي؟ ها عرفت له هذا ابوي دوا سبران. يا ابوي انا خايفه يوم بتي اختي تسوي لي قصه طويله عريضه وكل شيء ينقلب على راسي. وش حق تسوي لك قصه عريضه وطويله؟ لازم تعرف ان ولدها هذا يبغي له فورمات، لازم يسوي له ابجريد ابديت نامليت، لازم يصير كل شيء من اول جديد. انت تعرف الحين شو قال لي؟ او انه يبغى يصير بيت عمته والحين. خير يا طيب. خليه يصير بيت عمته، شو يعني؟ تفضل. مشكور. يقولون تبغي تصير بيت عمتك؟ هي بصراحة أنا وايد تهزأت عندكم هني. أرجوك أبو سيدك لا تروح، الله يخليك، الله يخليك، إلي سيانة. يلا يلا، سر سر، جهز شنطتك وأنا الحين بوديك. غريب، تعال حق على الخرخرة، المالوعة هكي خي سكني فاضت مرة ثانية. حشي. الخرخرة والبالوعة فاضت مرة ثانية؟ حاضرين، حاضرين يا ضبابة، هذا أحين مرة. شو تطالعني كذي؟ شو؟ يلا يلا ها يلا بواليع بواليع. أنا. أنا ولا أنت بواليع بسرعة يلا 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 ولا هالحين سبران ها يلا. خلاص خلاص يا دوني يا أنا يا بصلح وش بغزل أنا يا. يلا تعال تعال الله يبارك فيك تعال. الله يهديك إن شاء الله الله يهديك يا رب. مريوم سارت؟ هي يا أمي خلاص سارت. منصور شو يسوي عند يده؟ ساير يطالع بالوعة يدت. منصور ساير يطالع بالوعة يده؟ الشمس من وين طالعة؟ عمي غريب بارك لي نجحت صلحت المغسلة طلع فيها شوية كلينكس وبرقع.